ممكن اسافر الصبح، ما عنديش اي مشكله، ان انا اتفرجت على احلى ماتش في البطوله العربيه، ده بالنسبه لي احلى ماتش في البطوله العربيه. هارد لوك للمنتخب المغربي، والف الف مبروك للمنتخب الجزائري للصعود لدور الاربعه لملاقاه المنتخب القطري. المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي كانوا على عهد، كنا عارفين ان احنا هنتفرج على ماتش كويس، واتفرجنا على ماتش فاق التوقعات بتاعتنا، فاق كل التوقعات بصراحه، لان احنا كنا متوقعين ان المنتخب المغربي هيكون عنده افضليه جوه الملعب، لقينا لا الموضوع مختلف تماما. المنتخب الجزائري الروح والاراده والقلب اللي موجود عند اللعيبه الجزائريين بيفرق معاهم جوه الملعب، حتى لو كانوا منهكين بدنيا من ماتش كان عالي زي ماتش منتخب مصر، جم قدام المنتخب المغربي وكل حاجه ما بقتش فيه فوارق، حتى لو لعيبه المنتخب المغربي كانوا مريحين اغلبهم المباراه الاخيره، الا ان لعيبه منتخب الجزائر كانوا قادرين ان هم يكونوا بدنيا حاضرين من اول دقيقه في المباراه لحد اخر دقيقه في المباراه. السيد حسين عموته والمنتخب المغربي قدموا ماتش كويس على فترات. معلش انا بقول كل حاجه حلوه اه، بس في حاجات كانت سيئه، في حاجات كانت سيئه. المنتخب المغربي ما كانش ليه فرص خطيره على المرمى، يعني وليد ازارو ما ضيعش كتير، اسماعيل حدادي ما ضيعش كتير، لعيب زي بن شرقي ما ضيعش كتير، لعيبه خط النص ما كناش بنشوف الزيادات اللي كان بيعملها والكارتي او يحيى جبران او عبد الاله الحفيظي، ما كناش بنشوف الكلام ده موجود النهارده، بالعكس تماما. المنتخب المغربي قدم واحده من اقل المباريات بتاعته جوه الملعب، ما فيش فرص كتير على المرمى. المنتخب الجزائري كان عامل عليك ماتش كويس جدا، المنتخب الجزائري فاجئنا كلنا، كلنا اتفاجئنا، لان المنتخب الجزائري الفريق ملموم قبل البطوله باسبوع، فان هو ينزل يأدي بالاداء ده وبالروح ده وبالحماس ده، برغم ان هم كانوا كل اللعيبه حاضرين الماتش الاخير، الماتش الاخير كان بيحدد مين اللي هيبقى الاول ومين اللي هيبقى الثاني، عكس المنتخب المغربي اللي كان مريح لعيبه كتير جدا، وتلاقي ان المنتخب الجزائري عنده الروح والعزيمه، مضيعين كل الفوارق الجماعيه والفوارق الفرديه. المنتخب الجزائري النهارده كان مجموعه واحده، المجموعه الواحده رغم غياب بغداد بنجاح المهاجم الفاز والمهاجم اللي ما بيتكررش كتير في عالم كره القدم، وبيعوضه لعيب زي مروان زاروكي، بس لا المنتخب الجزائري كان بيقدم عظمه الشوط الاول وكان بيقدم عظمه الشوط الثاني، بس كان في مشكله وهي التسجيل. لحظة التسجيل، امتى المنتخب الجزائري هيكون قادر ان هو يسجل الهدف الاول؟ علشان خاطر يجي لعيب زي ياسين ابراهيمي يتحصل المنتخب الجزائري على ضربة جزاء مستحقة اثر تدخل للباك اليمين بتاع المنتخب المغربي محمد شيبي، بيعمل فاول في منطقة الجزاء على بلايلي، بيتحسب عليه ضربة جزاء، بيخش ياسين ابراهيمي بيسجل. بعدها على طول المنتخب المغربي بيتحصل على فاول، والكرات الثابته بيعاني منها المنتخب الجزائري، لان احنا زي ما بنتكلم المنتخب الجزائري ملموم قبل البطوله باسبوع، فالموضوع انك تقعد تشتغل معاهم وتحضر شغل تكتيكي وتحضر شغل وقفات في ضربات حره، الموضوع محتاج منك وقت. فالضربات الحره على المنتخب الجزائري كانت نقطه ضعف كبيره جدا، فالمنتخب الجزائري لما بيكون عليه كرة ثابتة هي تقريبا بتبقى مسافة ضرب الجزاء، يعني حتى لو كرة ركنية الموضوع بيبقى خطير، لانك بتلاقي في فرق في توزيعة الاطوار، يعني مثلا في لقطة الهدف الثاني اللي سجلها بدر بنون، اللي كان ماسك بدر بنون كان يوسف البلايلي، شوف فرق الطول كان عامل ازاي، بس البلايلي هو اللي كان ماسك بدر بنون في الهدف الثاني، والهدف الاول كرة فضلت تخبط كتير لحد ما راحت لمحمد النهيري، والنهيري حطها بطريقه جميله جدا علشان المنتخب المغربي يرجع بسرعه في الجيم، عشان يجي يوسف البلايلي يحط لك واحد من اجمل واروع الاهداف اللي انا اتفرجت عليها في البطوله دي، اللي لم يكن الهدف الافضل في البطوله دي. البلايلي استلم في لحظه، حط انس زنيتي بيبص لقاها فوق على طول يا باشا، ما فيش دي بقى التخفيله بجد، اللي هو تبقى واقف في امانه الله على الست ارضه تلاقي في صاروخ جاي لك من ورا، اللي هو طب ارجع خطوتين، لا خلاص بقى فات القطار والكره تم تسجيلها. المنتخب المغربي يسكت بقى على كده؟ لا لا، ولدنا العبد لله السلطان 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 بدر بنون بيقدر يسجل هدف التعادل، عشان نروح لاكسترا تايم وعشان نقعد نفكر قبلها هو ايه اللي حصل؟ المنتخب الجزائري غيره جوه الملعب، تلاقي ان لا بدا المنتخب الجزائري مع مجيد بجره يبقى في ملامح جوه الملعب بتحصل، لان مروان مرزوقي كان فاشل شويه في ان هو يعوض بغداد بنجاح الشوط الاول، فالراجل قرر ان هو يغيره اول تغيير ونزل مكانه دراوي ويطلع لعيب زي يوسف البلايلي يلعب فيرود. بلايلي ما عندوش اي مشكله ان هو يلعب فيرود، وبالمناسبه برضو يعني طيب ميزاني قدم ماتش كويس جدا الشوط الاول، بس احنا بنتكلم على احلى مباراه في البطوله ما بين خصمين
حرفيا مفيش نقط قوة بتميز ده عن ده، أو نقط ضعف بتقلل من ده عن ده. فرقتين متوازنين في كل حاجة، فرقتين كانوا مرشحين إن هم يكسبوا البطولة، حظهم السيء هو اللي خلاهم يتقابلوا بدري قوي كده. أه والإنذارات بصراحة، حظهم السيء هو اللي خلاهم يتقابلوا بدري قوي كده، علشان المنتخب الجزائري يحرمنا من المنتخب المغربي، أو المنتخب المغربي يحرمنا من المنتخب الجزائري. بنوصل إكسترا تايم وبنلاقي إن الموضوع واضح ان احنا خلاص يعني انتهى الاكسترا تايم، دخلنا على ضربات الجزاء. ضربات الجزاء برضو اللي كانت عطيانا اثاره، واحد بيجيب من هنا تاني بيرد عليه من هنا، واحد بيجيب من هنا تاني بيرد عليه من هنا، واحد بيجيب من هنا تاني بيرد عليه من هنا، لحد ما دخل كريم البركاوي وبيحطها، وبيطلع رايسن بولحي علشان خاطر رايسن بولحي يقول لهم خلاص كل حاجه بقت في ايدكم انتوا، هنسجل ولا هنسجل. الرساله بتوصل على طول، الرساله بتلاقيها وصلت، الرساله بتلاقيها وصلت لمحمد طغاي. طغاي بيقول له بس رسالة عندي يا معلم، انا المساك اللي قدامك اساسا، خلصنا الجيم. المنتخب الجزائري بيخلص المباراة، المنتخب الجزائري للامانة بتاعت ربنا استحق ان هو يطلع كسبان النهاردة، مع احترامي لكل اخواتنا في المغرب وكل اخواتنا المغاربة، بس المنتخب الجزائري استحق فعلا ان هو يطلع كسبان النهاردة، والكرة ما ظلمتش المنتخب الجزائري ان هو طلع كسبان، والكرة ما ظلمتش المنتخب المغربي، لان الحالات الهجومية للمنتخب المغربي كانت قليلة. ولو انت مشجع بتبعد العواطف شويه، بتقعد تفكر بالعقل بعد المباراه، هتلاقي ان فعلا المنتخب المغربي ما ضيعش فرص كتير، وهتلاقي انك لازم تقول لاخوك الجزائري الف الف مبروك. كلنا شفنا الروح الجميله اللي كانت جوه الملعب، فنتمنى ان الروح الجميله اللي كانت جوه الملعب دي تبقى بره الملعب، وكلنا كده نبقى سالكين مع بعض. اه ما تجيش تقول لي والله يا مصري انت مال اهلك باللي بيحصل بين، لا عزيزي احنا بنتكلم في كوره مش جايين نتكلم في حرب عزيزي. اه عشان ما نكملش كتير، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب، في الحالتين اوعى تشتم وتقول لي يا مصري ما إلك دخل، ما ده شغل سعادتك، انا بطلع عابد في الماتشات، انت ما مش عاجبك براحتك.